the present worth of a geometric gradient series with a cash flow of $50,000 in year one and increase of 6% each year through year 8. بيقول لي the interest rate is 10% per year. يبقى عندنا geometric gradient series بتبدي ب 50,000 عند السنة الأولى وبتزيد بنسبة 6%، يعني الجي الصغيرة دي 6% وهنا 8، وطبعا هنا عمالي يزيد ومديني الاي ب 10%. تطبيق مباشر للقانون، عندنا الاي والجي والان والاي 1، مش محتاجين غير ان احنا نحطهم في قانون ونجيب البريزنت وورث. البريزنت وورث بتاع الجي بيساوي اي 1، خدنا القانون ده في الشرح، 1 ناقص هنا 1 ناقص جي على 1 زائد جي على 1 زائد اي الكل اس ان على اي ناقص جي، وبالتالي هتساوي، تعالوا نحط القيم، اي 1 ب 50,000، اوبا هنشطب دي، 1 ناقص 1 زائد جي يعني 1 زائد بوينت او 6 على 1 زائد بوينت 1 الكل اس 8 على بوينت 1 ناقص بوينت او 6. بس حسبة يطلع الجواب 50,000 في بسط ومقام 1 ناقص بسط الأول قوس وبعدين بسط ومقام كام مرة فوق 1 زائد بوينت او 6 تحت 1 زائد بوينت 1، بعدين نقفل القوس ونحط اس 8 ننزل تحت بوينت 1 ناقص بوينت او 6 وبعدين نقفل القوس الكبير اهو 1 بوينت او 6 واقول يساوي، طلع الناتج 30,000. يبقى السيريز دي الجريديان الجيومتريك جريديانت بتساوي تكافئ الرقم ده كله او الارقام دي كلها تكافئ 32,000 و 57، لا ده 320,000 و 500، نظبط الرقم شوية، 273. الرقم ده احنا جبناه P، لو طلب في الامتحان F يعني طلب الفيوتشر وورث نعمل ايه؟ بسيط، نجيب البي برضو الاول وبعدين نحولها لفيوتشر وورث. طب لو طلب الانيوال وورث برضو نفس الشيء، ما عنديش سكة غير ان انا اجيب البريزنت وورث، بعد ما اجيب البريزنت وورث احولها بقى الانيوال equivalent انيوال او انيوال equivalent او احولها لفيوتشر وورث زي ما انا عايز.